ومن خصائص يوم الجمعة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، هو ذكرها كخصيصة. ما هي؟ أن الموتى تعرف زوارها في يوم الجمعة أكثر من معرفتهم لهم في سائر الأيام. ولذا قال في زاد المعاد، قال: في يوم الجمعة يلتقي الأحياء والأموات في الدنيا، وهي الزيارة في يوم الجمعة كما ذكر، ولتعليق على هذا سيأتي إن شاء الله. قال: وإذا قامت الساعة تقوم يوم الجمعة فيتلاقى أهل السماء وأهل الأرض، ويلتقي العامل مع عمله، والمظلوم مع ظالمه، والشمس والقمر ولم تجتمع قبل ذلك. قال: ولذلك أهل الدنيا يلتقون في يوم الجمعة أكثر من تلاقيهم في سائر الأيام. قال: وهو يوم التلاقي، والله عز وجل سمى يوم القيامة بيوم التلاقي. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إذن كما قال رحمه الله: تعرف الموتى زوارها في يوم الجمعة أكثر من معرفتهم لهم في سائر الأيام. ما الدليل؟ ذكر رحمه الله في كتابه الروح، ذكر منامات رآها السلف وهي كثيرة جدا، في بعضها فيها نظر، لكن قال رحمه الله: وتلك الرؤى على كثرتها والتي لا يحصيها إلا الله عز وجل تدل على أنهم يعرفون زوارهم يوم الجمعة أكثر منهم في سائر الأيام. قال: وإذا كثرت الرؤى وتواطأت، دل هذا على أصل لهذا الحكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين في ليلة القدر: أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر. وقد ذكر هنا فائدة لطيفة تذكر هنا في كتابه الروح. كان هناك رجل يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يسبهما في اليقظة ويكثر من ذلك، فرآه رجل في المنام من أنه يذبح، فيقول: فلما أصبح الناس إذا بهذا الرجل قد ذبح، ورؤي أثر الذبح في عنقه ولم يعرف ذابحه. وهذا إن ثبت فإنها تفضل من الله عز وجل، وهو دفاع عن أبي بكر وعن عمر. إذن كما قال رحمه الله: الموتى يعرفون زوارهم يوم الجمعة أكثر من معرفتهم لهم في سائر الأيام. لكن انتبه، هنا أمر: وأعرف كثيرا من الناس يخصص يوم الجمعة لزيارة ذويه من الموتى في المقابر. الاستمرار على الزيارة في يوم الجمعة هذا لا يجوز. إن زارهم أحيانا وأحيانا في يوم الجمعة فلا بأس، لكن أن يكون الراتب والمستمر له أن يزورهم كل جمعة فهذا مخالف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند أبي داود: ولا تجعلوا قبري عيدا، فإذا زيرت المقبرة من المسلم لموتاه كل جمعة فيصدق عليه أنه اتخذ قبورهم عيداً.